تحايا صباحا لكل الموجودين بهذه القيم والساعين لغرس هذه القيم في مجتمعاتنا السودانية. وعندما تحدث عن الطبيب بشكل خاص هو دائما تبقى سمة الإنسانية هي السمة الأولى والبداية في هذا الحديث. واليوم نتحدث عن مؤسسة أطباء الإنسانية، وهي مؤسسة لها مجموعة من الأعمال والمشروعات في دائرة العمل الطوعي. وسعداء أن يكون معنا الدكتور عمر المبارك المدير العام لهذه المؤسسة. مرحبا بك وصباح الخير. الله يحييك وجزاكم الله خير، ونشكر قناة الشروق على استضافتنا ودائما اهتمام بالعمل الخيري والتطوعي وتسليط الضوء عليه، وأنا سعيد جدا بوجودي معكم إن شاء الله. مرحبا بك، وبداية نتحدث عن المؤسسة، البدايات والأهداف لأطباء الإنسانية. أطباء الإنسانية هي كفكرة بدأت كمبادرة في العام 2018 بمجموعة من المتطوعين من الأطباء والصيادلة والمختبرات الطبية والاختصاصيين كذلك والجراحين، وشاركوا في عدد من المبادرات الأخرى والمنظمات، وفي الآخر اجتمعوا على أنه تتأسس بصورة رسمية على أساس أنه تستمر، والحمد لله تم تأسيسها في العام 2020 وتم تسجيلها في المفوضية العون الإنساني والولائية والاتحادية، وكذلك يعني ما شاء الله قدمت عدد من البرامج إن شاء الله. بالتأكيد حنتحدث عن البرامج المختلفة والمشروعات المختلفة للمؤسسة، ولكن مع بداية حديثنا تحدثنا عن يعني هذه القيم الموجودة أصلا في الشعب السوداني، فخلينا نتكلم عن المؤسسة ودورها في إحياء هذه القيم والحفاظ على الموروث من القيم الموجودة أصلا في الشعب السوداني. في البداية كان يعني أهداف المؤسسة إنه تقدم الخدمات الصحية والخيرية بكل احتياجات الشعب السوداني عامة والإنسان في كل السودان، خدمات مجانية تعكس دور الطبيب السوداني في إنه بيساعد المرضى المحتاجين في كل مكان، ولضعف الإمكانيات في البلد وترامي أطراف البعيدة يعني نحن رأينا إنه عندنا دور غير شغلنا في المستشفيات، إنه نحن نصل بعض المناطق في أماكن اللي ما فيها خدمات صحية ونقدم لهم الخدمة دي بصورة طوعية يعني. صح، والمسؤولية الاجتماعية بالتأكيد ما كل الناس بيكون عندهم يعني موضوع المسؤولية المجتمعية، فنحن بنشكر سعيكم في الاتجاه ده. خلينا مباشرة نتكلم عن المشروعات المختلفة، وبالتأكيد المؤسسة عندها مجموعة المشروعات في الخرطوم والولايات، فمهم في هذا الجانب انه ايضا العمل في الولايات يمكن يكون فيه كثير من التحديات. الحمد لله المؤسسه منذ نشاتها يعني قامت بعدد من المشروعات حسب اهدافها الاساسيه لخدمه المجتمع. قدمت مشروع المستشفى الميداني المتنقل، وكان بشراكه ودعم كبير جدا من جمعيه دار البر والمبادره الزايد العطاء من الامارات. كانت تدخلات في السيول والفيضانات في الفتره الاولى من 2020، قدمنا من خلال العمل في 4 ولايات ل 55 موقع، وكان هدفه انه تقديم الخدمه العلاجيه المجانيه للمرضى يعني. فالحمد لله كان عنده دور كبير جدا في التوعيه، في اكتشاف بعض الامراض المزمنه، في اكتشاف بعض السرطانات في الولايه، بعض الولايات، بالاضافه لتدريب الكوادر الطبيه نفسهم على العمل المجتمعي وغرس قيمه التكافل والتراحم بيناتهم يعني. ثاني عندنا مشروع العياده المتنقله، ودي حصلنا عليها بدعم من مجموعة مستشفيات أستر في دبي عن طريق جهاز المغتربين وعدد من الجهات الأخرى. قدمنا من خلاله برضو العمل في 190 يوم علاجي مجاني في خلال سنة ونص، الحمد لله كان عندها دور كبير جدا برضو في التوعية المجتمعية والعلاج، بالإضافة لتدريب الكوادر الطبية نفسهم. استهدفنا الكوادر الطبية كان طلاب طب أو مختبرات او اي كليه من الكليات الطبيه، في انه ندربهم على العمل التطوعي وكيف هم الشعب السوداني محتاج لهم، محتاج للخدمات بتاعتهم، بالاضافه لتدريبهم على بعض الامراض يعني مكافحه الامراض المستوطنه. والحمد لله يعني بسبب الحاجه دي التف حولنا عدد كبير جدا من الكوادر الطبيه، وبقى عندنا يعني قوه بشريه طبيه كبيره جدا ساعدت كثير جدا في انجاح المشروعات حقتنا. ثاني قمنا الحمد لله بمشروع التوعية الصحية، بمخاطر الأمراض المزمنة نفسها، وده ساعد في اكتشاف عدد كبير جدا من الحالات من السكري والضغط، ما بنقلل الفاتورة بتاعت علاج أمراض القلب والشرايين والسكتات الدماغية، وده من مشروعاتنا الكبيرة جدا المستمرة يعني.
بالإضافة لأطلقنا مؤخرا المبادرة السودانية لعلاج الإدمان، كانت مبادرة من عضو المجلس الاستشاري، نحييه الأستاذ عمر قرافي، والحمد لله يعني تلف حول عدد كبير جدا من الشباب والمختصين والمهتمين والكوادر الطبية وعدد من المنظمات، نشكرهم برضو على سعيهم وتقبلهم للمبادرة، وإن شاء الله نتمنى أنها تنجح. هدفنا فيها كمان أنه نقدم الخدمة العلاجية للمدمنين بصورة سرية تامة بالتعاون مع الجهات المختصة من وزارة الصحة وكذا، بالإضافة للتوعية بمخاطر الإدمان والمخدرات. يمكن دي واحدة من أهم المبادرات ونحن الأكثر حوجة لها في يعني مساحاتنا الحاضرة يعني، وبنحيي يعني بالتأكيد عمر قرافي على المبادرة. خلينا يعني في جانب المبادرة دي بشكل خاص، بما أنها هي المبادرة الآن اللي بتعمل، شكل الشراكات فيها المحتاجة له المبادرة شنو، بما أننا اليوم صباحا يعني إحنا نتكلم مع الجميع في حديث عن الشراكات المجتمعية والمؤسسات المختلفة اللي يمكن تسهم في علاج الإدمان. والله نحن فكرتنا وخطتنا في إنجاح المبادرة دي إنه أول يتفح حولها كل الشعب السوداني، لأنه قضية عامة وكل الناس محتاجة لأنه الشباب يكون معافى والوطن يكون معافى ويتقدم. فهدفنا الأول إنه نقدم توعية عامة للشعب السوداني عامة بمخاطر المخدرات والشباب المقبلين على الإنتاج والمنتجين وكذا، إنه ما يدخلوا في المهالك دي ويعرضوا نفسهم ومال الوطن للخطر يعني. الحاجة الثانية العلاج، يعني العلاج لأنه مكلف جدا، فيعني نحن ماشيين في الموضوع ده وندعو كل الشعب السوداني إنه يقف معانا فيه. عاوزين نعمل مركز كبير للعلاج، يكون مركز خيري والناس تجيه طواعية وتتعالج فيه، كلنا نتكاتف ونعالجهم عشان كل الشباب يتعافى بإذن الله تعالى. قبل ما نصل عن طرق الوصول للداعمين للفكرة وللمبادرة، يعني المخدرات بشكل خاص يعني زي ما ذكرت وزي ما كلنا عارفين أصبحت يعني هي هاجس لكثير من الأسر بالتأكيد. هذه الأعمال في هذا الجانب للمخدرات وغيرها قد تحتاج نوع من الإحصاءات، دائما هي مشكلاتنا في موضوع الإحصاءات. عندكم إحصاءات يعني المدمنين، عندكم إحصاءات لمختلف المشروعات اللي أنتوا تعملوا عليها؟ والله بالنسبة بذات موضوع المدمنين ده هو موضوع لأنه حساس شوية، وغالبا هو بيكون سرية تامة في البيت، الواحد تلقاه بمدمن بسرية، في المجتمع مدمن بسرية، فالإحصاءات فيه صعبة جدا. لكن في إحصاءات حكومية بالنسبة لبعض الناس فأنا ما مطلع عليها كويس، لكن يعني نتمنى إنه يكون ما في زول مدمن أصلا، يعني دي منياتنا. لكن عملنا زي يعني في دعوة لإنه أي زول عاوز يتعالج يقوم يجي يسجل معانا، وحتى الآن يعني ما أقدر أفصح عن العدد، لكن إن شاء الله يعني يكون العدد بسيط ونقدر نعالجه. يعني أنا دائما أتمنى طيب إنه ما يكون في موضوع عدد المخدرات دائما إذا كان بالنسبة للفرد أو للأسر الخوف بيكون من الوصمة دي في إنه هو بيتناول المخدرات وغيرها. أنتوا بتضمنوا سرية اللي بيصل لكم ويصل لكم كيف؟ يعني الآن لو في زول أصلا هو عايز يتعالج وبيشاهدنا يعني كيف يصل؟ نحن عندنا صفحة في الفيسبوك خاصة بالمبادرة بسرية التواصل، ومسؤول منها شخص أمين جدا، ومكتوبة أرقام المبادرة كمان، وأي واحد ممكن يرسل رسالة والناس تصلوه يعني يدعموه نفسيا واجتماعيا ويقفوا معاه في الحاجة دي. لكن نحن أحلامنا الكبيرة إنه يكون عندنا مركز كبير لعلاج الإدمان، بعد كده نفتح موضوع العلاج، لأنه موضوع العلاج دائما محتاج لشغل ببروتوكولات طبعا صحية تمام كده، فما حنعمل الشغل ده بعيد عن وزارة الصحة تماما. وعندنا اتفاقية فنية من ضمن اتفاقياتنا مع وزارة الصحة ولاية الخرطوم، وإن شاء الله كتبنا مشروعنا ده من ضمن المشروعات لهذا العام بإذن الله، وحنعمله بصورة ممتازة بالتعاون مع الجهات المختصة الحكومية عامة والمنظمات والمجتمع المدني، إنه يتعامل بصورة احترافية وبصورة رسمية تماما على أساس إنه نقدر نعالج الناس دي بصورة كويسة بإذن الله. طيب إذا الآن أيضا يعني إذا كان مؤسسات أو أفراد حتى هم حابين في هذا الجانب، حابين إنه يكونوا شركاء في هذا المركز، يعني برضو طريقة الوصول هي عبر الصفحة، ممكن يطلعوا عليها والأرقام وغيرها، ولا في طريقة تانية؟ نعم، ممكن يتواصلوا عن طريق الصفحة وممكن على أرقامنا، يعني عندنا صفحة مؤسسة أطباء الإنسانية، ممكن بسيرش جوجل يعني ما خلى حاجة، ممكن أي زول يصل لنا مؤسسة أطباء الإنسانية بصفحتها في الفيسبوك، كل الناس تصل لها وتتواصل معها، وصفحة مفتوحة 24 ساعة والردود دائما سريعة الحمد لله.
ودي دعوتنا للشعب السوداني انه كله يلتف حول الكوادر الطبيه ايا كانت مبادراتهم ومؤسساتهم، فهم يعني دائما بيحبوا يساعدوا الناس. طبعا طبعا ونحن دائما بنعول في كل المشروعات التوعيه على الحاضنه المجتمعيه دي، في انها هي دائما واقفه في كل الجوانب وكل اللي بيسدوا الفراغات المختلفه. شكرا لك جزيلا دكتور عمر المبارك، المدير العام لمؤسسه اطباء الانسانيه، شكرا لك.